كنفكرش فشي بلاد اخرى نعيش فيها، حيت البلاد ديالنا بلاد السلم والامان، كاع داكشي اللي نبغي فشي بلاد اخرى كاين في البلاد ديالنا. سويد حلم، كتحس براسك انسان. البلدان الاسكندنافيه كيكون تما كاين القوانين، كتحمي المواطنين كاملين، كتمنع من الظلم، وتكون بلاد سعيده. الاسبان حيت علاش كاين حريه، كاين راحه، كاين استقرار، يمكن لك تخرج بالليل بالنهار، ما كاينش شكون يأذيك، لا ما كاين الامان، الناس كيعجبها تعيش بكل حريه. المغرب عاجبني الصراحه، ومستقر فيه مزيان وعايش فيه بخير، ما عندي بشي ما ندير فشي بلاد اخرى. نبقى قدام عائلتي، انا ما باغي لا فلوس لا باغي نعيشها بخير، وهاني في دماغي اللهم لك الحمد. بلد الحلم امريكان زطازن، وفيتينا ب 70,000 سنة ضوئية. علاش؟ راه باينة. علاش؟ فهمتي؟ بلاد الأحلام، دريم، أمريكان دريم. إنجلترا، تما عندهم قانون كيطبقوه نيت بمع تطبيق صحيح، والعدل، المساواة، تكافؤ الفرص، هادشي اللي ما كاينش هنا. احسن بلاد نقدر نعيش فيها هي المغرب، لانه بلد فيه والديا، فيه العائله ديالي، الجذور ديالي تربيت فيه. بلد الحلم عندي اخويا، نكذب عليك، هي اليابان. اخويا عندهم الطب ديال الديمقراطيه صراحه، عندهم التعليم، احسن تعليم في العالم، وعندهم احسن عيشه في العالم، وحياتهم زوينه صراحه، ماشي بحال الحياه عندنا احنا صعيبه. المغرب فيه استقرار، وفيه الامن، والله ينصر سيدنا. كاينين جوج بلدان الحلم، كاين الالمان وكاين الامريكان. اولا الالمان، علاش كتعجبني الالمان؟ لحقاش زعما الثقافه وداكشي، هما الاصل ديال اوروبا، من واحد النظره تاريخيه وداكشي، هما الاصل ديال اوروبا، هما الثقافه المتحضره كثر في اوروبا. وبالنسبه للامريكان، امريكان هي بحال قلتي فيها لي كونديسيون ايكونوميك وداكشي احسن وحده.